السلام عليكم معشر المسافرين، يا معشر الرحل. من داخل خيمتي كالعادة فيديو خاطر، فيديو جديد يجيب عن مجموعة من التساؤلات لدى هواة الترحال والناس اللي أول تجربة عندهم في الترحال. اليوم فيديو جديد إن شاء الله غادي نجاوب على مجموعة من التساؤلات، من ضمنها أشنا هو التريب، أشنو غادي نحتاج في التريب، الماتيريال اللي غادي نحتاج. تريب هو واحد الدواء اللي بالنسبة لي أنا ما غاديش تقدر تلقاها عند أي طبيب. تريب هو الهروب من التقوقع ديال المدينة والهروب من المشاكل ديالها والروتين والصداع ديالها. التريب هو واحد الانفتاح لمجموعة من الثقافات وتدبر في ملكوت الله. التريب هو تعول على راسك. المهم التريب مفهوم التريب يختلف على باختلاف الأشخاص. أشنو هو الماتيريال ديال التريب؟ الماتيريال ديال التريب أول حاجة اللي هي ضرورية وكتعتبر من الضروريات اللي هي السكادة أو حقيبة الدار. حقيبة الدار اللي راه وحدة القياس ديالها بالليترات، اللي كل ما انت وزيد في الليترات كل ما الحجم كيتزاد. مثلا انا اللي كندير تريب مهم ديال مثلا ديال 20 يوم ولا 15 يوم ولا 10 ايام، كتحتاج شي ساكادو ديال 70 لتر 65 لتر. الحاجه الثانيه لاطون ديما بعدو على لاطون ديال 2 سكوند، ديك اللي كتكون مدوره لان غادي تكرفسك بالمزيان وما غادي يعطيك النصيحه هذه شي واحد اللي دوزت عليه موفيز افير بعدو منا. الحاجه الثالثه واللي هما لي طابي. لي طابي كاينين ثلاثه الانواع، كاينه الطابي عاديه، كاينه طابي اوتو غونفلابل، كاينه طابي غونفلابل. الحاجه الرابعه واللي هي ساك دو كوشاج او سليبي باك. هادو كيتصنفوا على حسب انت شمن فصل باغي تخرج فيهم، اللي هو شتوي او ربيعي او صيفي. الصباط حاجه ضروريه هي في الدريب، تفادي اي انزلاق واي اصطدام بالصخور. والصباط باش يكون مزيان خصو يكون عالي على الشوفيه، تفادي اي التواء. كامبينغ غاز وحده بحال هادي، وانا صراحه من الناس اللي ما كيحبش الكامبينغ غاز، فيها بزاف ديال الصداعات. انا من الناس اللي كيبغي انه يستمتع بالطبيعه ويعتمد على المواد الاوليه اللي كاينه في الطبيعه، يشعل الحطب ديالو اي شي برار داك الحطب ولا شي قاميله بداك الحطب. ما نعاودش ليك، اختيار الزمان والمكان من اولويات التريب، هذه كل شيء متفق عليها. يعني انه اخويا ولا اختي قبل ما ندير التريب ديالي نوجد ورقه وستيلو، نشوف الاماكن اللي غادي نمشي ليهم، معيش غادي نوصل ليهم، نشوف احوال الطقس حتى هي راه حاجه مهمه. شحال من واحد كيرجع او كيردوا الطقس للدارو، يعني انه كتولي ديك التجربه كتفشل ما كيكملش التراجي ديالو. هادو من الحوايج المهمين اللي تقدر دير لهم واحد الدراسه ميدانيه ومعمقه باش ما تندمش. وهذا الشيء اللي كنقولوا لكم حفاظا على السلامه ديالكم وتفاديا لاي كارثه لا قدر الله وقعت. الاعداد البدني حتى هو حاجه ضروريه باش ريكوبيري السفل ديالي ونرد السفل ديالي ونواجه المرتفعات ونكون مستعد نضرب الطريق. ضروري انك تكون كتجري قبل، يعني انه ما فيها باس كون نهار مثلا في الاسبوع نجري واحد الساعه ديال المكانه، ندير واحد بتيت فولي واحد 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر نضربهم، ما فيها باس. هذا غادي يرجع لك بالفضل انك تقدر تواجه اي جبل ولا تقدر تواجه الطريق ولا تكون عندك السفل باش تمشى بزاف. هذه واحد شويه ديال المعلومات قدمهم لكم رشيد في الفيديو. اي تساؤل بادر للذهن ديالك وانت كتشوف هذا الفيديو او انت كتشوف هذا الفيديو هذا، خليه ليا في كومونتير ان شاء الله انا غادي نجاوب عليه بالتفصيل المؤمل. وتحياتي لكم اوليداتي من داخل خيمتي. موعدنا مع فيديو جديد ومعلومه جديده ان شاء الله، وتهلاو في راسكم وما تنساوش اللايك وسبسكرايب وتعليق محفز.